بسم الله، اللهم صل على محمد وآله الأطهار. قال إمامنا علي بن موسى الرضا، وهو حفيد رسول الله عليه السلام: من شبه الله بخلقه فهو مشرك، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر. يدعي السنة أنهم لا يشبهون، ولا يجسمون، ولا يشركون صفات الخلق بالخالق، كما ستسمعون الآن. فممن شبه الخالق بالمخلوق المشبهة المجسمة، لعنهم الله، الذين يشبهون الله بخلقه ويجسمون الله جل وعلا، يجعلونه جسما كأجسام المخلوقين والعياذ بالله. فهؤلاء خالفوا قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. فهذا غلو من المجسمة المشبهة لما شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه جل وعلا. كما سمعتم، كلام صحيح، لكن هل هم يطبقونه فعلا أم إنهم يشبهون ويجسمون ويشركون صفات الخلق بالخالق؟ استمعوا لي شيخ السنة عثمان الخميس وهو يناقض كلامه الذي قاله بنفسه، وبعدها استمعوا لي ردنا عليه، وقولوا لي بعدها هل ما يؤمن به قمة التجسيم في الله أو لا. في قصة اليهود الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن الله يحمل السماوات على أصبع، فهل نثبت لله خمسة أصابع؟ نثبت لله الأصابع، والحديث ما في خمسة أصابع، الحديث ما في خمسة أصابع، وإنما قال إن الله يحمل السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع، ما في تحديد خمسة أصابع. فلا نحدد، نقول لله أصابع تليق به ونسكت. فممن شبه الخالق بالمخلوق المشبهة المجسمة، لعنهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا. فممن شبه الخالق بالمخلوق المشبهة المجسمة، لعنهم الله. وقد جاء في الحديث: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فيكون على صورته، أي إن الله خلق آدم على صورته، أي صورة الله، وهو أقرب مذكور يعود إليه الضمير، فيقول: إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الله جل وعلا. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم أن الله خلق آدم على صورة الله جل وعلا. وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي فيها ذكر صفات الله جل وعلا، قالوا: إذن على صورته، أي على صورة الرحمن، له وجه، له يد، له أصابع، له قدم، له ساق سبحانه وتعالى. فهذا المقصود بقوله على صورته. فممن شبه الخالق بالمخلوق المشبهة المجسمة، لعنهم الله. فالله له وجه يليق به سبحانه وتعالى، ليس كوجوهنا قطعا، وله عين سبحانه وتعالى، قال: تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فنثبت لله سبحانه وتعالى العين، والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه اليد، قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقال: كلتا يدي الرحمن يمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نثبت لله اليد، ونثبت لله الأصابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ونثبت لله القدم كما قال الله تبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضع قدمه على النار. وقال الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. فقال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين. كما سمعتم، وأي شخص منصف سيعلم أن هذا الكلام تشبيه وتجسيم وإشراك لصفات الخلق بالخالق دون أدنى شك. هم يدعون أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه. على سبيل المثال، يقولون أن الله بصير فينسبون له العين والعياذ بالله، بينما الشيعة يقولون أنه بصير دون أداة كالمخلوقين وهي العين. وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. وجميع الآيات التي تتكلم عن باقي الصفات كالوجه واليد والعين هي تعبيرات مجازية يجب تأويلها، وإلا وقع التجسيم لله تعالى والعياذ بالله. على سبيل المثال، قال تعالى: فإنك بأعيننا،
أي فإنك بحفظنا ورعايتنا، لا تعني أن لله عين. وأما قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، تعني أن معية الله معهم بنصره وتأييده. وأما قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي وتبقى ذات الله المعظمة، ولا تعني أن لله وجه. وهكذا، استمعوا للآيات التالية، ومن ثم استمعوا لكلام أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، ورده على المجسمة، وهو يصف الله تعالى حق صفاته. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تناله الأوهام فتقدره، ولا تتوهمه الفطن فتصوره، ولا تدركه الحواس فتحسه، ولا تلمسه الأيدي فتمسه، لا يتغير بحال ولا يتبدل بالأحوال، لا تبليه الليالي والأيام، ولا يغيره الضياء والظلام، ولا يوصف بشيء من الأجزاء، ولا بالجوارح والأعضاء، ولا بعرض من الأعراض، ولا بالغيرية والأبعاء، ولا يقال له حد ولا نهاية، ولا انقطاع ولا غاية، ولا أن الأشياء تحويه فتقله أو تهوي، أو أن شيئا يحمله فيميله أو يعدله،